نحن نحاول أن مشاريع التخرج اللي بيقوم فيها الطلبة، وخاصة كما تعرف لدينا كلية الهندسة، وكلية الهندسة في دائرة الهندسة المدنية والمعمارية، وجزء نعم. هام من عمل هذه الدائرة هو عملية الترميم، هندسة الترميم، نعم. واللي هي بتطال بشكل مباشر أعمال لجنة أمر الخدمة. فنحاول من خلال لجنة، من خلال مشاريع التخرج الطلبة وبالتعاون مع لجنة أمر الخدمة، أنه يكون عملنا هادف، يعني عمل الطلبة، مشاريع تخرجهم، أبحاثهم، حتى في لدينا برامج ماجستير كمان ممكن تنسجم مع أعمال لجنة الإعمار، بحيث أنه تكون يعني بحيث أنها تكون هادفة وتكون تصب في احتياجات البلد بشكل مباشر، وتزيد من تفاعل الطلبة مع احتياجات البلد، وهذا طبعا يعني بيأثر بشكل إيجابي كبير على الطلبة خاصة بعد تخرجهم. نعم دكتور، أكيد بأن هذه المشاريع ستكون اختيارية للطلبة وليست إجبارية، لكن هل سيكون هناك محفزات للطلبة الذين سيختاروا هذا المسار؟ هو المحفز الأساسي الصحيح أنه يعني عندما الطالب يتناول مشروع وعملية يعني واقعية، يعني قضية واقعية على أرض الواقع موجودة، يعمل على حلها ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، هذا بحد ذاته محفز كبير للطالب. يعني الطالب دائما يسعى أنه يقوم بمهمة علمية، وهذه المهمة العلمية تنسجم مع احتياجات المجتمع اللي هو عايش فيه، وهذه يعني بتأهله في المستقبل أنه هو ينخرط بسهولة في المجتمع ويجد لنفسه فرصة عمل ويكون يعني عنصر بناء، وهذا بتنعكس بشكل إيجابي كبير على نفسية الطالب. في الواقع أنه إحنا نعمل مع لجنة الأمر حاليا في محورين أساسيين. المحور الأساسي الأول هو موضوع الترميم، ترميم مباني البلدة القديمة، وبالتالي هذا راح يكون فيه مشاريع، وهذه المشاريع راح تكون تنسجم مع احتياجات لجنة الأمر وتوجهاتها ومشاريعها، فبالتالي أنه يعني راح يكون أكيد في عنا زاوية في أي معرض قادم لا ما تم إنجازه في هذا المجال. نعم. الزاوية الثانية المهمة في موضوع التعاون مع لجنة الإعمار هو زاوية تكنولوجيا المعلومات، لأنه كما هو معروف مؤسسة لجنة الإعمار هي مؤسسة كبيرة وبتحتاج إلى أنظمة تكنولوجيا معلومات يعني غاية في الدقة، وبحيث أن تلبي احتياجاتها. وكما هو معروف اليوم لجنة الإعمار هي بتقوم بدور متكامل، يعني بتقوم بدور في خدمة صحية لسكان البلد القديمة، في خدمة اجتماعية، في سياحة، فبالتالي يعني أدوارها متعددة. فبنحاول أن نوجد برامج تكنولوجيا معلومات وبرمجيات بحيث أن تساعد لجنة الإعمار على القيام بمهامها في مجالات عملها المختلفة. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد غازي القواسمي، نائب رئيس جامعة بوليتكنيك فلسطين لشؤون خدمة المجتمع، على كل هذه الإفادة. شكرا لك.